ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الانترنت من مدينة غازي عنتاب التركية سيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي السوري. مرحبا بك سيد حافظ. إذا أسبوع على قرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال ولكن لا تزال الغوطة تنزف، هل يعجز المجتمع الدولي على وقف انتهاكات النظام وحلفائه؟ تحية لكم ولمشاهديكم. لا يعجز المجتمع الدولي، لكن لا يريد المجتمع الدولي أن يجد حلا في سوريا، يريد أن يفتتها أكثر وأكثر على مستوى الأسرة والعائلة الواحدة أكثر من الجغرافيا حقيقة، هي ويطمح إلى أن يتفتت حتى بنية القيم في هذا المجتمع الشرقي. وحتى أعود من تقريركم الذي ذكر بأن يعني إن كان حزب الله أو عملائه الذين يقدمون خدمات لإيران أو إيران تريد أن تكون في سوريا قد الى بيت الابيض او البنتاغون الامريكي، اعتقد بان ما ذكرته في المجله يجب ان ما تقوم به ايران وحزب الله في سوريا وعلى هذا الصعيد يغطيان المجتمع الدولي وهم خدمه عملاء لاسرائيل وليس لحمايه الاسد، هم لحمايه اسرائيل التي تتبنى مصالحهم ويتوزعون المصالح بها منذ عقود وعقود. هؤلاء يتوزعون منطقه الشرق الاوسط، لا يريدون لهذه المنطقة لا السلام ولا النمو ولا التنمية. جميع الأحوال أعتقد بأن المجتمع الدولي ما زال غير جاد، ولا يوجد أمل، ولنا سوابق كبيرة وعديدة جدا معه، ليس من حلب فقط ولا من مدينة سقطير في حمص ولا زبداني وبلودان، دعنا نذكر مئات ومئات القرى. إذن من جراء هذه الضربات الجوية المكثفة والعملية البرية، هل تنتظر الغوطة المصيرة نفسه الذي حدث في حلب الشرقية؟ أخشى أن تسير الأمور باتجاه ذلك، الأمل فقط على صمود هذا الشعب، لكن كيف نطلب من أب أسرة أو من شاب عائلته بجانبه؟ الأطفال يموتون يتشظون أجداءهم، لا يعني كلنا لاحظنا هذه الجرائم، هل نطلب منهم المستحيل أن يقفوا وأن يصمدوا أمام براميل وأمام طائرات وأمام نظام وامام الفسفور الابيض؟ حقيقه هنالك خيارين يعني كلاهما مر، اما ان يتركوا بيوتهم ويرحلوا على طريق سياسه الارض المحروقه التي يريد ان يتقدم لها الايران عبرها النظام وايران وروسيا عبرها، او ان يترك اطفاله تحت الموت والدمار. هنالك خياران مران حقيقه جميع الاتجاهات. لا نستطيع نحن لنقول لهؤلاء المحاصرين، لهؤلاء الصامدين ان يتخذوا قرار او نتخذ قرار عنهم، القرار يعود لهم وهم يقدرون ذلك. نحن نأمل صمودهم ونأمل أن تكون هنالك مقومات صمود، لكن حتى الإغاثة التي تتكلم عنها الأمم المتحدة ماذا يعني؟ هذا لا يعني شيء بالنسبة لنا، يعني وحتى الجهود لنقتلهم مثلا، نقتلهم بخمس ساعات ندخل غذاء، ثم بعد ذلك تأتي الطيارة لتقتلهم، تقتلهم بعوض عن يكونوا جوعانين، تقتلهم هم شبعانين. يعني هي الفرق فقط. المجتمع الدولي حقيقة متخاذل وسيبقى متخاذل على ما يبدو. من الجهود الدولية الدبلوماسية، فرنسا أعلنت أنها تجري مشاورات لتنفيذ هدنة في الغوطة، هل يمكن أن يمتثل نظام بشار برأيك لهذه الجهود، أم أن هذه الهدنة كغيرها من الهدن السابقة؟ كغيرها من الهدن، ولا أظن أننا أمام، يعني حتى الآن المجتمع الدولي لم يطلب من سكان الغوطة مغادرتها كما فعل مع أحياء حلب الشرقية، لكن الأمم المتحدة وعبر تقارير أممية نفسها كانت إحدى المساعدين في التغيير الديمغرافي وفي ترحيل السكان من بيوتهم. المجتمع الدولي يجب أن عليه أخلاقيا وقانونيا أن يثبت السكان في بيوتهم ويحميهم، لكن على ما يبدو أن التصريحات الفرنسية هي فقط تصريحات للاستهلاك وليس للإنجاز. هذه تجارب عشنا معها 7 سنوات وأخشى أن نعيش معها سنوات قادمة أيضا. مستشار خامنئي دعا بشار الأسد إلى اتباع الحل السياسي إلى جانب الخيار العسكري في سوريا، وهذا تصريح غير معتاد، كيف تقرأه؟ يعني الزمالات صرحت أحد المستشارات في إيران عبارة عن بيع أوهام حقيقة، بأنه هن ما لهم علاقة والموضوع له علاقة بشار الأسد، عم بيحاولوا يتهربوا من الجرائم. بشار الأسد صار قائد إحدى الميليشيات على الأرض السورية وليس زعيم نظام، هو إحدى الميليشيات الإيرانية التي تتعدى 60 ميليشيا على الأرض السورية، منها بشار الأسد. بشار الأسد ليس مسؤول عن النظام، وما يقوم به بشار الأسد لا هو رجل الدولة ولا يمكن أن نعده بقيادة هذه الدولة، وهذه التصريحات الإيرانية لتكف يدها إيران في قتل الشعب السوري، والشعب السوري يتدبر مصيره. شكرا جزيلا لك من مدينة غازي عنتاب تركيا سيد حافظ قرقوط المحلل السياسي السوري.